اهلا بكم. النهارده يوم الاهم في الناس الحلوه، والحوار النهارده له قيمه علميه كبيره جدا، قيمه التشخيص وعدم الاستهانه بالاعراض اللي العيان يقولها. ودايما انا بنصح الاجيال القادمه في الطب انه ضعف اعتبارك دائما كل النقاط الاحتماليه في التشخيص، والاخطر حطه دايما في المقام الاول. يعني مثلا على سبيل المثال، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، يمكن دي المرة المية اللي اتكلم فيها في المنطقة دي. آلام في هذه المنطقة، إبيجاستريك بين، ألم زي ما انتوا بتقولوا في التعبير الشعبي في فم المعدة. طبعا إبيجاستريك بين منطقة في الطب معروفة لكل الأطباء، لا ينبغي الاستهانة به. الأبدومينال بين عموما لا ينبغي الاستهانة به، لأنه في مصرنا الحبيبة لما حد بيشتكي من آلام في المعدة أو في فم المعدة، التفسيرات الشعبية القريبة وحتى من ناس اللي ما عندهمش خبرة كافية أو كير كافي، أتكلم على الخبرة دي الأهم، هي دي أو الأوقع، يعني ده المقلب الكبير، إن واحد يجي لك بألم هنا فتقول له إيه؟ ده شوية التهاب في جدار المعدة، تمام؟ وارد. بس في فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتاسيد ومسكنات ألم وبتاع وخلاص ويروح، ويطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية، الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي. ممكن الألم في منطقة البطن يكون التهاب في البنكرياس وعمل مشكلة، وهنفهم النهاردة تفصيليا ايه برضو التهاب البنكرياس، هل ممكن يقتل الانسان التهاب البنكرياس بشكل مفاجئ؟ هنفهم الكلام النهاردة بالتفصيل من استاذنا الغالي. ممكن يكون ايه ثالث؟ وارد انه يكون حاجة اسمها اورتيك انيوريزم، اتساع وتمدد في الشريان الاورطة، والاورطة واحد يقول لي الاورطة هنا، الاورطة يا باشا هنا وهنا وهنا، الأورطة في أورطة طالع وأورطة لافف وأورطة نازل، يعني في كذا، يعني في مسار للشريان الأورطي كبير. اللي أنا عايز أقوله بس قبل ما نبدأ حلقتنا، أرجوكم ما تستهونوش بكلام العيانين. أنا لا أنسى من 25 سنة عيان دخل على رجليه الاستقبال، والعيان ده دخل قعد مع واحد من الزملاء، كنا لسه صغيرين قوي امتياز، دخل قعد قدامه مش قادر يتكلم، عنده صعوبة في التنفس ومش قادر يرد على الزميل، فالزميل صغيرين، فالزميل بيتهيأله انه مش عايز يتكلم معاه، فبعد فترة انا شايفه فات ربع ساعة مثلا على الكشف، وكان بكشف على حالة تانية، لقيته بيقول له انت مش عايز تتكلم معاه ليه؟ فرحت له قلت له هو مش قادر يتكلم عشان عنده نهجان رهيب، مش قادر، النهجان مش قادر يتكلم، بسرعه لازم نشوف له الانفستيجيشن، ده ممكن يكون حاجه لا اما في الرئه لا اما في القلب. وفعلا كان داخل في اكيوت بلمونري إديما، التهابات في جدار الالفيولاي او نشع في الالفيولاي، ده بسبب فشل في عضله القلب الشمال بسبب ما يسمى باحتشاء في عضله القلب. القصه إنك ما تستهونش بكلام العيان. النهاردة اللقاء الممتع مع أستاذ الأساتذة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير وأسطورة الحية للعلوم الطبية اللي بنتعلم منه الكثير، أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي. الأستاذ الدكتور حسام موافي عضو مجلس جامعة القاهرة، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العين، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة،
مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. حاول أن أرحب بأستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، الأستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والمؤسس لوحدة الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وعميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس جامعة القاهرة، الأسطورة القديرة للعلوم الطبية والطب الباطني والحالات الحرجة. أهلا بك أستاذ. أهلا يا إيمان. النور ده. الله ينور عليك. أنا قلت شوية كلام في الأول يعني صح مهمين صح. لأنه في الفترات الأخيرة حالات بيحصل لها ما يسمى بكلمة ميس دياجنوز. أنا عايز حضرتك تشرح للناس قبل ما نبدأ الحالات يعني إيه كلمة ميس دياجنوز في المعنى. خطأ التشخيص احتمال من 2 لـ3 له. خطأ التشخيص احتمال من 2. نحط لهمش ثالث. يا رقم 1 مش مذاكر مش ملم بالاحتمالات. الحتة دي احتمالها ايه؟ 12 احتمال لازم يكونوا في مخك. 12 احتمال لازم يكونوا في مخك من اول واحد حالته النفسية سيئة، لواحد بيدعي، لقرحة في المعدة، لالتهاب بنكرياس، لأورطة متمددة، لأورطة بالدسكت بتتقطع، كل احتمالات كثيرة جدا، لعصب تيبس دورسالس، كل الكلام ده. ده الاحتمال الأول مش ملم. الاحتمال الثاني مش بإيده، مش موفق. أنت رجل غير موفق، ودي الكلمة اللي بقولها لك من يوم معرفتك يا أيمن. طبعا ابعت الإخلاص تنزل لك التوفيق، خليك مخلص في عملك، ربنا هيوفقك. لأن فعلا ممكن تكون تحتار، فعلا ممكن تحتار، ده جلطة في القلب ولا تاب بنكرياس، شبه بعض بالظبط. على بال ما تيجي الابحاث اللي انا طلبتها يكون عن مات، يكون مات بس بلاش وجع، هنا ممكن جلطة رئة وعايز هيبارين في الحال. فحاجتين، يا اما مش ملم، وده هقول لك انا بقول طلب ايه بس حاجات هتضحك يعني، والله اوعى تضحك. يا اما مش موفق. أنا بقول للطالب اللي داخل كلية الطب وما بيذاكرش سيب الكلية. لماذا؟ لو أنا ما ذاكرتش وعيان مات مني ده قتل عمد. لو أنا ذاكرت وعيان مات مني ده قتل خطأ. وشتان في ديننا بين القتل العمد والخطأ. أنت ما ذاكرتش وبتشتغل دكتور. متأسف. سيب المهنة. ذاكر كويس جدا جدا، لكن خطأ وارد لأي إنسان في الدنيا، بس ده قتل خطأ مش عمد، إنما اللي مش مذاكر ده قتل عمد. هو ممكن كمان يعني في حالات بتحصل لها كده، ما نقولش برضو يعني عديها مرحلة القتل، بتبقى الحالة تيرمينال يعني حالة جاية في الأخير. تيرمينال حالة سيفير يعني حالة خطيرة دينجرس يعني واحد عديها بيند قدرات الطب إنه يصعد. ده واحد من أهل عيان يقول لك ده حالته متأخرة، ده حاجة سهلة. المهم أنا بقول إيه، لو مات ومش مذاكر قتل عمد. لو مات وأنت مذاكر عيان سمع، قال يعني احنا ميتين كده ميت كده، مش طبعا مش مقصود كده. فالقضية يا أيمن، قضية الطب الشغوف قوي يخش كل الطب يبقى ده يعني هيذاكر مش هينام، وهيتعب ومش هيشجع كورة ومش مالوش صحاب. في واحد مرة اتريق عليا لما أنا بقول كده، ده واقع. ولذلك الدكتور هاشم مورو رحمة الله عليه قال لي كلمة مرة وأنا لسه صغير كده، قال لي مفيش حاجة اسمها دكتور كويس ودكتور وحش. عادي يعني، هو يا دكتور يا مش دكتور. مش دكتور. مفيش حاجة اسمها دكتور وحش. يا دكتور
يا مش دكتور. فالاهتمام بالمذاكرة الأول عشان تلم بالاحتمالات كلها ثم التوفيق. على فكرة التوفيق ملوش علاقة بالدين. التوفيق له علاقة بالإخلاص. الإخلاص دي قصة قضية خطيرة. المخلص ربنا بيوفقه. طبعا. ولذلك احنا بنشوف ناس مثلا يعني ربما يكونوا مش متدينين خالص بس بيشتغلوا بشكل مخلص وربنا يرزقهم يبقوا متدينين يبقوا يعني ربنا يكملهم اكيد يعني ان شاء الله. في الفتحة انت بتقرا 17 مرة في اليوم على الاقل. ده على الاقل 17 مرة. في كلمة تتعجب جدا ترتبها تتعجب جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. خلاص خلاص أعلنت لله العبادة والاستعانة. لا أستعين إلا بك يا رب ولا أعبد سواك. بعديها تيجي اهديني الصراط المستقيم. هل معقول بعد معلن الاستعانة وكده اهدنا الصراط المستقيم بعد ولا مفروض تبقى قبل؟ فالعلماء وقفوا في الحتة دي وقفة حلوة جدا. اهدنا الصراط المستقيم. قالوا الهداية ثلاث أنواع. ده بمناسبة الكلام اللي بنتكلمه مش بعيد. الهداية ثلاث أنواع. في الهداية يا أيمن الفطرية. الجاموسة ولدت، ابن الجاموسة راح على الضرع يرضع. مين اللي قاله؟ مين اللي قاله؟ طب ما يروح على راسها ودنها رجلها. راح على الضرع وحط بقه ورضع عشان يعيش. فدي هدايه فطريه ربنا اللي حطها بالفطره فينا. وفي الهدايه الاختياريه. الخمر حرام، انت حر. عايز تشرب اشرب، مش عايز انت حر. فدي ربنا هداك اختياريا. وفي هدايه التوفيق دي اللي بتدعي بيها في الفتحه. انا عملت كل حاجه وصوت صح وكل حاجه والكره جت في العرض، فانت غير موفق. فهدايه التوفيق هي دي اللي بنعرف الفاتحه. اهدنا الصراط المستقيم هدايه التوفيق. انت بتقرا 17 مره فيهم ان تكون موفق. لا انت بتقرا عشان الخمره ولا انت بتقرا عشان الفطره. الكيسز اللي هنطرحها النهارده اي او في الحلقات ما قلتليش. حلوه الحته دي حلوه. يا باشا حلوه جدا. بس يعني هي لازم الناس تفهم ولازم الدكاتره الشباب يفهموا ان هم مطالبين ان هم يكونوا مستعدين بسلاح المذاكره الجيده جدا. ده سلاح قبل ما يدخل المعركه. ينتصر يكسب النهارده يخسر بكره دي مش مشكله. المشكله انه دايما يكون معاه السلاح. الطب ده علم لازم اعرف. هل انا ممكن اتكلم في الفلك؟ لا ما اعرفش لاني ما ذاكرتوش. وبرضه اللي ما ذاكرش طب مش هتكلم في الطب. الكيسز اللي هنشرحها النهارده او حضرتك هتشرحها لنا النهارده هنوري الناس ازاي يكون التشخيص. التشخيص ده فن مبني على اساليب معينه فبني على فكر معين. فدايما نركز مش ده موديل يعني مش ممكن قوي نفس الكلام ده لحاله ثانيه يكون احتمال ثاني غير الاولاني. وفي احتمالات دايما صح. وده يخلينا اقول دايما ان الطب لازم انا والمريض انا والعيان نكون مع بعض وجها لوجه صح. عشان نكشف عليه. فكره بقى اي حاجه تانية غير كده دي حاجات مش مظبوطه. اللي هي بقى عيان اتصل بيا يبعت لي على الواتساب بقول له الكلام ده ما. اول حاله بنت بعده بتقول والدتي مريضه من خمسه بالسكر من 25 سنه وتعاني من دوخه مستمر ولم يفلح معها جميع طرق العلاج. طيب بتسأل الأسلوب الأفضل إيه؟ دوخة وسكر 25. هو طبعا مضاعفات السكر تعتمد على الزمن وليس على رقم السكر. يعني واحد سكره عالي جدا جدا بس بقاله سنة عن سكر غالبا محمي من مضاعفات وسكره معقول لكن بقاله 25 سنة غالبا عنده مضاعفات. الدوخة في السكر دي مكتوبة
لكن بما انها بقالها فتره طويله ما فكرش في الحاجات الحاده. مثال نقص السكر يعمل دخن، بس لا يمكن تكون الست دي كده، لا يمكن. لماذا؟ بتقول لها بقالي 25 سنه عندي دوخه، بقالي فتره طويله جدا، نقص السكر ده ما كانش يتعالج في ثانيه العين يروح. ومن فضل ربنا علينا كدكاتره وفضل ربنا على المرضى كمرضى ان احسن واحد يشخص نقص السكر المريض. هو بيحس، هو يحس عرق وجعان ومرعوش، يروح واخد حاجه حلوه انتهت المشكله. غالبا دي مش كده، الدوخه دي مش دوخه نقص سكر. نمره اتنين ان يكون العيان عنده اسيتون، والاسيتون يعمل دوخه ودوخه شديد. غالبا دي مش كده، لان الاسيتون مضاعفه تستدعي دخول مستشفى. مش معقول راحت لدكتور وما حللهاش اسيتون. واضح من التعبير انها دوخه مزمنه، مزمنه وثابته، وثابته. يبقى لا هي نقص سكر ولا هي اسيتون، اللي هم الاثنين الكبار قوي، اللي هم اخاف كلمه دوخه في مريض السكر، دول يخوفوني قوي ودول على المستشفى جري. انما دوخه مستمره دي لها اسباب عديده. ضغطها كويس؟ ما قالتش. قد تكون الدوخه لا علاقه لها بالسكر، لا علاقه لها بالسكر خالص، وتكون من الضغط، تكون بتاخد دواء بيدوخ، وارد جدا جدا. لكن لو انا جات لي حاله زي دي، اول حاجه افكر فيها خلل في الجهاز العصبي، التهاب اطراف اعصاب او جزء من النخاع الشوكي اللي هو البوستيريور كولم. دلوقتي انت عندك كام احساس؟ نوعين، احساس سطحي وعميق. عشان المشاهد يتابع، احساس سطحي زي شكة الدبوس ده له عصب خاص، زي تلجة لها عصب خاص، زي حاجة سخنة لها عصب خاص، زي ما دعك لها عصب خاص. التلاتة دول سطحي، تاتش سنسيشن بين سنسيشن تمبريتشر، سطحي. الالم والحراره والتاتش دول كلهم سطحيين. لكن في الام عميقه، ديب سنسيشن. ديب سنسيشن عميقه، يعني انا واقف على الارض دلوقتي كويس، مين اللي قال لي ان انا مظبوط؟ عصب. عصب مشي 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 وراح. لازم تقول سبحان الله. عشان كده العصب ده يختل، ممكن تلاقيني باجي قدام واجي ورا. طب بظبط نفسي بايه؟ بعناية. استعدت عن العصب بعيني كده، انا قربت اروح رجع تاني، كده انا بعدت اروح مقرب تاني، لاني مش داري انا فين. فده اللي ممكن يكون عندها، هي مش دوخه، هي مش عارفه توزن نفسها. انت لو مشيت، انا بقول للناس، انت لو مشيت في اوضه ضلمه على البلاط، والاوضه ضلمه اهي، عارف ان ده بلاط، ده اسمه ديب سنسيشن. لو مشيت في نفس الاوضه ضلمه انت مش شايف، على مرتبه، هتقول على مرتبه، هتقول انا دايس على مرتبه اهو. هي ما عندهاش بقى، ما عندهاش العصب ده اللي يقول انا فين. فديب سنسيشن، فهي بتتحرك قدام، بتظبط بعينيها وترجع لورا تظبط بعينيها. دي اسمها سنسوري اتاكسيا للدكاتره. طبعا سنسوري اتاكسيا. سنسوري اتاكسيا دي تسبب دوخه شديده جدا جدا، فممكن جدا كده. بس للاسف يا بنتي دي ما لهاش علاقه. دي لو في الحاله كده بالتوصيف ده، في حتتين ما ينفعش تروحوا من البنت دي، الست دي ما ينفعش تدخل السينما والسينما ضلمه. ايوه، لان السينما لو ضلمت، ما هي في لحظه معينه سينما هتقع. وما ينفعش تدخل الحمام والحمام ضلمه، لازم يكون لمبه الحمام، اصل الحمام يعني. هي احنا بصي، ايوه، مش عايزين نسود الدنيا في وشها. بس الاحساس ده احساس تآكل في العصب، اما الاعصاب الطرفيه واما جزء من النخاع الشوكي. يا اما البريفيرال نيرف، يبقى عندها بريفيرال نيورايتس، التهاب في اطراف الاعصاب، يا اما بوستيرو كولم، وده بيجي في السكر ويعمل هذا المنظر السئيل. الثلاثه بيحصلوا في السكر، يعني السكر ممكن ياثر على الاعصاب الطرفيه، وياثر على البوستيرو كولم، وممكن ياثر على البيراميدال وعلى الروت. وياثر على البيراميدال، يعني نادرا اكيوت كومباين، ما بيعمل بي 12 لوس، يعني هو نادرا ياثر البيراميدال. نادرا. لازم ياخده من فوق كاوعيه دمويه. كباظت فباظت البيراميدال من فوق. انما هي يا
يا إما التهاب أطراف أعصاب يا إما العمود الخلفي اللي هو البوسير كورد. يعمل بقى ثلاثة مع بعض بس سب أكيد كومبايند ديجنريشن. بس لو سمحتي لو سمحتي ما حدش يسيبها. ما حدش يسيب أمك يعني ما تخرجش لوحدها. يعني دايما حد جنبها لأن ذي الأعصاب دي للأسف العلم لم يصل لها إنها تتصلح. ما وصلهاش. يعني في ناس بتدي فيتامين ب حقن كل يوم هذا خطأ شديد جدا لأن ليست السبب نقص فيتامين ب. في ناس بتقول ده تصلب في شرايين العصب مش صح لما قطعوا العصب وشافوه بميكروسكوب طلع مش متصلب. في واحد قال ده من الاسيتون المتكرر بيجي الناس ما جالهاش اسيتون خالص. هو في له نظريه اللي هو في سكر اسمه سوربيتول اكتيفيشن اوف سوربيتول بسوي السوربيتول مش شغال صح. اكتيفيشن سوربيتول اولتريشن اوف ده هو ده اللي بيبوظ العصب. طبعا نهجان عرض سخيف عرض سخيف. يعني اي حد يا اخوانا من السامعين ينهج جري على الدكتور. النهجان ده من واحد نفسيا تعبان لواحد بيموت. الدكتور مظلوم يا عيني لان اللي بيحكموا عليه اتنين والاتنين ما بيفهموش لا لا ده الطالب والمريض تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز ده سمعته طول كده يا عم الحاج. فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس كويس ماشي على مهله. بس انا جبت اللي انا عايزه في ثانيه. بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه وده كارثه. هي بيعاني من اسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز. حاله زي دي ملهاش غير منظار. ثاني اكسيد الكربون لما يدوب في الميه يعمل حامض كربونيك. حامض كربونيك ده حامض ده حامض. طب ما انا عندي حموضه في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك يوم اغسله اطلع ثاني اكسيد الكربون يوش يوم يريح الحموضه. فهو بينهج عشان يتعالج. سن 24 لا يستبعد القلب بتاتا. طبعا هو مش كومن يعني هيبقى الكومن سن 50 حول 50 لكن 24 يجيله خاصة انه مدخن. بس يا ابني انت سامعني دلوقتي احلف على المصحف ما تشرب سجاير تاني. احلف لان ده انت بتنتحر. ابو العريف يا باشا انواع واشكال. في ابو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكروكومين. كل الامراض بتعالج بالكروكومين. يعني ما اعرفش حضرتك سمعت عن حاجه زي كده؟ حاجه كده بشوف اعلان كده الاقي كاتب مثلا 26 مرض بيتعالج بالكروكومين. انا ما اعرفش ايه هو الكروكومين اساسا. انا عارفه يعني بس مش بيعالج اي حاجه. قوت القلب والقولون والقولون والاكتئاب والارتكاريا روماتويد روماتويد والزئبق الحمراء. جفاف العين يا جماعه مشكله. يعني اللي عندهم جفاف العين على فكره مشكله مزعجه جدا. لا اقدر اقول لك بنسبه تقريبا كده بنسبه 80 90% من الشعب المصري بيعاني من جفاف العين.